مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مخيمات القلائع التحرير أجناد القدس، يحث مجاهدو كتائب القسام الخطى لتدريب الفتية المشاركين وإكسابهم المهارات المختلفة حفاظا عليهم وعبورا بهم طريق الحرية والتمكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فنحتاج إلى أبطال أشداء أقوياء حتى نطبق قول الله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ها نحن اليوم نأتي من بيئة المساجد لنلبي دعوة الله ورسوله في الاستعداد للمعركة النهائية والفاصلة بيننا وبين الاحتلال الغاشم الذي دنس أرضنا ومقدساتنا. وها نحن اليوم نأتي إلى هذه المواقع لكي نتدرب بكل ما لدينا من قوة وعلم لكي نحمي مقدساتنا وثرانا، ولكي نأخذ بثأرنا من هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم. في هذا المخيم نركز على التربية الإيمانية العقدية السليمة لتبني جيلا قادرا فريدا يكون عبادا لله عز وجل أولي بأس شديد إيمانيا وعقديا وعسكريا حتى يحرروا القدس ويحرروا الأرض بإذن الله عز وجل. بيت بالحق يهيموا وإلى الله استجيبوا وإلى الله استجيبوا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب جاءنا النصر القريب. قدمنا اليوم إلى مواقع كتائب القسام لنعد أنفسنا ولنكمل طريق شهدائنا ولنواصل طريق التحرير بإذن الله إن شاء الله. يتعلم الطلاب في هذه المخيمات عدة أمور، منها نركز على الجانب التعبوي والإيماني من خلال المحاضرات الإيمانية والتعبوية والمحاضرات التي نحرض فيها الطلاب على الجهاد في سبيل الله وحب وغرس محبة الله عز وجل ورسوله في نفوس أبنائنا. يقوم هؤلاء الشباب يعني بالنظر والتجوال في هذا المكان، يتطلعون إلى القادة العظام الذين قدموا أرواحهم شهداء في سبيل الله، فتكون القدوة الحسنة وتكون يعني هذه القامات الكبيرة أمام أعينهم فيقتدوا بهم على طريق التحرير والشهادة. هذا مما يحفز هؤلاء الشباب إلى أن يسيروا في هذا الطريق دون خوف أو وجل وبعزيمة وقوة وإصرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا نواة التحرير بإذن الله تعالى.